يا صباح الخيرات على حضراتكم مره ثانيه، بنصبح عليكم يومكم جميل ان شاء الله. نبدا مع حضراتكم احوال الطقس. النهارده رسميا بدء فصل الخريف 23 سبتمبر 2020، واحنا طبعا يعني شاعرين بلمسات الخريف الجميله، في بعض نشاط للرياح، الرياح معتدله جميله، نسمات الهواء طبعا، في كمان يعني الليل او فترات الليل بعد المغرب بيبقى الجو الحقيقه اكتر من رائع. امبارح كان الجو جميل فعلا، واضح زي ما قلتي شاهناز ان الخريف بدا الحمد لله. وعشان كده هيئه الارصاد الجويه تتوقع النهارده ان في شبوره مائيه في الصباح وطقس مائل للحراره ورطب على القاهره الوجه البحري، الرياح معتدله تنشط احيانا على القاهره، ولكن السواحل الشماليه بتشهد طقس معتدل والطقس بيكون حار في جنوب سيناء، والرياح النشطه قد تؤدي الى اضطراب في الملاحه البحريه. طبعا في شبوره مائيه خفيفه في الصباح الباكر، يا ريت ناخد بالنا ونتوخى الحذر بشكل كبير على الطرق السريعه والطرق الصحراويه والقريبه من المسطحات المائيه، لان بيبقى فيها نسب يعني الشبوره بتبقى اعلى بكتير. كمان يتوقع خبراء الارصاد ان هيكون في امطار خفيفه على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه الغربيه، شبوره مائيه زي ما حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم على القاهره وعلى الوجه البحري بالتحديد. لكن للاسف الصعيد شاهناز الدنيا لسه حر برضه، والجو شديد الحرارة والرياح يعني معتدلة تنشط غربا وبتكون مثيرة للرمال والأتربة، طبعا في فرق طبعا ما بين السواحل الشمالية والجنوب الصعيد، دايما بنحس بالحرارة طبعا، عشان كده لوننا بيبقى أسمر على طول. أحسن ناس يعني بيقول لك الأرض دائرية، المفروض الأرض تلف تلف وتبقى عندنا احنا يعني اسكندرية تروح عندنا، بس في الشتاء كمان أو بدء كده يعني فصل الخريف والشتاء طبعا جميل. الجو بيبقى في الصعيد يعني ما فيش أجمل من كده ولا أروع من كده. نروح بقى مع حضراتكم ونشوف درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.